زي ما حضراتكم شفتوا انا جبت كل عناصر القضية بكل اطرافها حتى المجلس المعين، يعني لو كان عنده ملاحظة يمين او شمال كان قالها. طبعا وسط هذه المهزلة كان لازم السيد محافظ الاسكندرية يكون موجود، يكون طرف فيها، لان الفضيحة وقعت على ارض محافظته، ولانه كمان شاهد الافتتاح مع السيد رئيس الوزراء. المهم اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندرية زار المستشفى ليلا بعد تكليف رئيس الحكومة له بزيارته، وقال له روح المستشفى حالا ونقل الصورة على الطبيعة. الناس بيقولوا لي ان انا افتتحت مستشفى تعالوا بقى نشوف مع بعض فيديو زيارة محافظ الاسكندرية ليلا للمستشفى. هو زار المستشفى بالليل مثلا الاربع، كنا احنا فيها الخميس مثلا، يعني فرق ليلة. يلا نشوف جولة محافظ الاسكندرية داخل المستشفى. يا ستة يا مستشفى تعال محافظ فين؟ ده ما حد يقول محافظ فين يا ابني؟ اي دكتور هنا بالعامة هنا اهو. مليون ونكرر نفس المأساة في المواساة وعملنا لا بس مش قلت لكم احنا هنهد برضه في المواساة عشان نعمل 500 مليون تاني وهتنتهي نفس النهاية اللي انا متأكد انها هتنتهي نفس النهاية بدأنا المادية بقى لها 10 سنين. لا مفيش مشكلة احنا كنا عارف نفس الأزمة كنا عارف نفس الصورة بتكون من هنا. هو الفكرة احنا ما شغلناش للمستشفى جيبوا وجيبوا هو ده السعر هو ده السعر. شكرا يا حضرتك. هولندا دفعت لنا او اتبرعت ب 500 مليون جنيه علشان يبقى في مريض موجود في العناية المركزة، يعني مريض واحد موجود هي سيدة ربنا يشفيها ويعافيها وفي غيبوبة يعني، وكانوا مطلعينها من مستشفى خاص. ركزوا عشان تعرفوا المأساة، علشان هولندا عملت كل الأجهزة دي ب 500 مليون جنيه علشان تديها لهذه السيدة المريضة. زي ما حضراتكم شفتوا اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندريه زار المستشفى على الطبيعه واكتشف المهزله، وكان لازم نقابل اللواء طارق المهدي بعد زيارته للمستشفى ونساله عن هذه الفضيحه او الجريمه اللي دارت على ارض محافظته بصفته محافظ الاقليم، وعلشان اعرف منه الحوار اللي دار بينه وبين السيد رئيس الوزراء، ثم هو هيعمل ايه السيد محافظ الاسكندريه في هذه الجريمه. تعالوا نشوفوا محافظ الاسكندريه قال لنا ايه. قابلناه برضو، بصوا ما سبناش حد في اسكندريه ليه علاقه بهذه المهزله الا لما كان لازم نجيبه في هذا التحقيق الحي من الاسكندريه. مهدي محافظ الاسكندريه مستشفى طوارئ الاسكندريه ليلا. الاصل في الموضوع السيد رئيس مجلس الوزراء اتصل بيا وانا كنت في منطقه سموحه بالصدفه، كان عندنا حمله ليليه حوالي الساعة واحدة ونص بالليل، وقال لي أنا عندي معلومات إن مستشفى سموحة متوقفة عن العمل وإن أنا هحلهم للتحقيق. قلت له طب أنا يحيل لمين تحديدا؟ يحيل المسؤولين، حتى الحوار ده إحنا قدرناه. أحيل مين ولا مين؟ قلنا المسؤولين. مين المسؤولين؟ أيا كان أيا كان مهما كبر من لا 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 خالص، كلمة المسؤولين كنا يعني حتى الصياغة بيني وبين السيد رئيس مجلس الوزراء كانت صياغة دقيقة اللي هي كلمة المسؤولين، لأن أنت مش قاضي وجلاد يعني. فالمهم لفيت دخلت المستشفى فهم دخلوني لان المحافظ يعني انا العربيه معروفه والشخص. فالمهم دخلت فابتديت ادور على حد ففوجئت الحقيقه، يعني حتى ردود فعلي كانت طبيعيه،
اللي هي دخلت عمال تقول انتوا فين يا فين فين انا عايز حد يكلمه. ما لقيتش حد. فما لقيتش حد، فلقيت حد حتى بيجري في الجنينه، فبصيت له من الشباك، يا ابني انا هنا المحافظ تعالوا لي، طب في الدكاتره فين؟ طب سكن الدكاتره فين؟ طب القصه. المهم في الاخر انتهينا على ان في اثنين دكاتره او ثلاثه اللي كانوا موجودين اللي وقتها. موجودين وفي العنايه المركزه. نعم. كويس؟ فخلاص بقت معلومه السيد رئيس مجلس الوزراء صحيحه وموثقه، واربعه في العنايه المركزه. الافتتاح يا فندم المستشفى تخص التعليم الجامعي، انا داخل تقدير الشديد للسيد وزير التعليم العالي، تقدير رئيس الجامعه، عشان كده حتى يمكن ما خطرش على بالي ان انا اجاوب، لان انا بجاوب سؤال واضح. ده ما فيش تشغيل. فانا بجاوب. فيعني بالتاكيد حريص على ايه؟ ان اللي يغلط يتحاسب، لكن وانت بتفتتح ده افتتاح. حتى لما الناس قلنا كنا متفقين على افتتاحات زي ما قلت لحضرتك، عمريه ولا عجمي مش عارف طريق الصحراوي، ده بجوله رئيس الوزراء. رئيس الوزراء واضيفت ليها من الموجودين في البروتوكول لرئيس الوزراء المستشفى الجامعه. قلت لهم كويس، بعد 10 سنين اتفتح هايل، واخد بالك حتى الرخامه هتلاقي ما فيهاش اسم محافظ، لان طبيعي انها حاجه تخص ايه؟ محافظ عمومي، تخص الوزاره، تخص. فانا اقصد لحد ضغط انك انت هتفتتح، لانها بقى لها 10 سنين ما افتتحتش. امال مين اللي حدد افتتاح المستشفى ده على جدول رئيس الوزراء؟ الجامعه اكيد. طب عفوا، مش من صلاحياتك كمحافظ انك تحيل المسؤوليه عن دول للتحقيق؟ لا، حتى ده مش، حتى لما انا كنت عملته في الميري اللي هي مستشفى الجامعه قبل كده، يعني هو في مش تجاوز صلاحيات، هو انت بتتعامل معاه، انت رئيس الاقليم، يعني انت بتتعامل معاه انها بمفهوم المواطن، وده برضو يعني حسن الفطن من السيد وزير التعليم انه فهمها بهذا المفهوم، وانا كنت قاعد مع الجامعه كلام واضح واحنا بنقوله. فكره انك تحيل، هو السيد رئيس الوزراء واخد القرار من الاول، انا بس كنت باكد المعلومه، واخد بالك؟ فكويس ان برضه ما هي المعلومه وصلت. لكن هل انت متخيل في اي مكان في الدنيا ان احنا نفتح المدرسه دي ونقفلها بكره؟ او نفتح المستشفى دي ونقفلها بكره؟ لا، بس اللي حطوه على جدول الافتتاح ده كده افتتاح صوري يعني. اجهزه ومباني، بس الافتتاح الحقيقي هو ان انا كمواطن ادخل الاقي، هو جاب اطقم. الاستاذ رئيس مجلس الوزراء وهو بيفتتح سلم على اطقم، ما انت ده اطقم دكاتره انا عارف، بس لا لا ما ينفعش كده، لا ما ينفعش. وكان يوم ومشي والله، انا ما انا عارف انهم مشوا، ما انا اللي كنت موجود، لانهم كانوا منتدبين من مكان تاني، بس الريس جاي والمحافظ. انا مش عايز يبان ان انا بدافع عنهم، لكن انا لا اتخيل بصراحه. مش يبقى جاي. عليك ان تصر على ان يكون هناك تحقيق. طبعا، ما في تحقيق. لا، القصه خلصانه. قصه خلصانه. ده بس انا عشان ما تاخدش، ما تدورش ورايا، ده حد وانا بقول الموضوع ده قال لي على موضوع تاني برضه شبهه، يعني في تخصص اخر، يعني حاجه شبه كده. رحله بعيده شويه النهارده بس، قال لي يعني واحد بيعلق على القصه، قال لي يعني انت جيت في جمل ده، في ايه ده؟ في موضوع شبهه في المكان الفلاني، هتلاقيني عنده بكره بالكتير. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. السيد محافظ الاسكندريه بيقول لي مساء الخير، وبيقول لحضراتكم ده مش مستشفى طوارئ جامعة الاسكندرية، هو المشروع الوحيد اللي جرى افتتاحه وهمي. محافظ الاسكندرية بيقول لك صوتا وصورة لمساء الخير ان في مشروع تاني وهمي جرى افتتاحه. الان الصورة كاملة امام حضراتكم، نقلتها لكم صوتا وصورة، وجبنا لحضراتكم كل اطراف القضية. وعاوز اقول لحضراتكم ان احنا لما بنجيب كل اطراف القضية واللي احنا بنحقق فيها في هذه القضية او الافتتاح الوهمي لمستشفى الطوارئ بالاسكندرية، عايز اكد مش القضية هنا يا اخوانا، هو افتتاح صوري ووهمي امام الرأي العام لهذه المستشفى، مع احترامنا ليها ورغم اهمية ده. لا، عايزين نكبر الموضوع شوية. احنا بنطرح قضية اكبر، وهي كيف جرؤة، كيف جرؤة صغار المسؤولين على تقديم معلومات مغلوطة للسيد رئيس الوزراء. طبعا في كلمة تانية اكثر دقة بدلا عن معلومات مغلوطة للسيد رئيس الوزراء، لكن الاحترام لمقام منصب رئيس الوزراء مش هنستخدمه. خلي بالكم، ده رئيس الوزراء،
ده مش وكيل وزاره ولا مدير مديريه، ده رئيس حكومه مصر. طب المره دي رئيس الوزراء حصل معاه كده، المره الجايه هيبقى الدور على مين؟ يفتتح افتتاح وهمي. عايز المره الجايه ما تحصلش، ابدا تحقيق الان بالليل دلوقتي، وخد كل ما قدمناه في مساء الخير كمسؤول شايف له وسامعني دلوقتي، قدمه لجهات التحقيق للنائب العام. هل رئيس الوزراء هو المشكله؟ وهل صوره الحكومه بعد هذا الافتتاح الوهمي هي اللي هتتهز، ام صوره السيد رئيس الجمهوريه؟ السيد رئيس الجمهوريه، بوجه لك عبر برنامج مساء الخير، وعاوز اقول لك واكد على الكلام ده، الناس بتحبك ولسه ملفوفه حواليك، ارجوك خلي بالك من الزلط والحبال اللي عماله تتنصب او بينصبها لك صغار المسؤولين، وانت رايح للناس عايز تفتح للناس ابواب امل، بترمي لك ده اما بسبب فساد او اهمال، اما بسبب فساد او اهمال. اني اناشدك سيد الرئيس ان تأمر فورا بفتح تحقيق يتم تحت اشرافك الشخصي حول كل المشروعات التي جرى افتتاحها في عهدك، ايضا إحالة كل مسؤول صغر مقامه أو كبر للتحقيق في مهزلة مستشفى الطوارئ بالأسكندرية، وأن تأمر سيد الرئيس فورا بافتتاح هذا المستشفى للغلابة. ولازم حضرتك تشوف جريمة عدم تعيين ولادك من شباب الأطباء. لازم نذكر حضراتكم ونذكر كل مسؤول في مصر بمقولة شهيرة قالها الرئيس السيسي، عايزكم تسمعوها معايا وانا في الثواني الاخيرة اللي بختم فيها هذه الفقرة. احنا بنسابق الزمن لان احنا متأخرين قوي. احنا مش بنكلم كلام، احنا مش بنضحك، احنا عايزين نبني بلدنا، عايزين يبقى في امل حقيقي. مش هنبيع وهم للناس، مش هنبيع وهم للناس، مش هنبيع وهم للناس، مش هنبيع وهم للناس. هذا هو نص ما قاله السيد رئيس الجمهورية، هذا ما قلته يا رئيس ونحن نصدقك، هذا هو الكلام ويبقى الفعل، ننتظر فعلك سيد الرئيس في هذه القضية. أرجو أن الصورة تكون وضحت بالكامل أمامكم وأمام من يريد في هذه البلد أن يدفعها للأمام وأن يقتل الفساد. الفساد لو استمر بهذا الشكل القادم أسوأ. بعد الفاصل في فقرة التانية هيبقى فيها خيرة من شباب جامعات مصر، وأفتح معاهم حوار حول الأمل في مصر.